فصل الصيف لهذه السنة المتوقع فيها أن تكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 40 إلى نهاية 40 درجة مئوية. القراءات المناخية لهذا الفصل هي قراءات تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة خاصة هذه السنة. أما بالنسبة للرطوبة النسبية مع انتهاء الارتفاع في درجات الحرارة مع دخول الرياح الشرقية خاصة النصف الثاني من شهر 7 امتدادا إلى النصف الأول من شهر 9، الرطوبة النسبية راح ترتفع تصل ما بين 50% إلى 90%. الرياح الشمال الغربية تسمى رياح البوارح، هي تستمر تقريبا 40 يوم من نهاية شهر 5 إلى النصف الأول من شهر 7، لذلك تتدفق كميات كبيرة من الغبار من شمال الخليج من العراق باتجاه شمال الخليج باتجاه الدولة. أما بالنسبة لداخل البحر، الرياح الشمالية الغربية هذه أو رياح البوارح راح تكون مؤثرة داخل البحر بارتفاع الأمواج وزيادة نشاط سرعة الرياح. الأمواج خلال هذه الفترة راح ترتفع لتصل لمستوى التحذير الجوي. تدريجيا ينتهي الصيف، ونقول أن درجات الحرارة تنخفض كثير من منتصف شهر 9. الرطوبة النسبية تقريبا راح تنخفض، درجات الحرارة تدريجيا تنخفض، تبتدي تهب الرياح الشمالية الغربية اللي هي تلطف الجو كثير، وراح يصير تحسن بالنسبة لحركة الطقس. هذه قراءتنا لفصل الصيف لهذا العام، مع تمنياتنا للجميع بأخذ الحيطة والحذر والسلامة. هذا ما نعلم، والله أعلم. هذه طبيعة المناخ في قطر، فهي بحمد الله مشمسة طوال السنة، حرارتها معتدلة في الشتاء، وفي الصيف الذي يمتد من شهر أيار إلى معظم أيلول تصبح شديدة الحرارة كما هي طبيعة الأراضي الصحراوية حول العالم. فهل أنتم مستعدون لقضاء أشهر الحر بسلامة؟ هل ستقضون أوقاتكم في المنزل أم الأسواق التجارية؟ أم ستقصدون جزيرة جميلة في رحلة بحرية؟ هل تعرفون أخطار فصل الصيف التي يمكن أن نتلافاها بالقليل من الحرص والمعرفة؟ سيتضح مدى استعدادنا لفصل الصيف خلال حديثنا مع ضيوف هذه الندوة الجديدة من برنامج درب السلامة. أهلا بكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله المفتاح، يسعدني أن نلتقي اليوم لنرحب سويا بفصل الصيف ونتحدث عن أخطر ما يمكن أن يجلبه معه. يشرفنا أن يكون معنا اليوم على خشبة المسرح العميد الركن بحري علي أحمد البديد المناعي، مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والرائد حسين أمان العلي، مساعد مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، والرائد خالد الأنصاري رئيس قسم الطوارئ بمركز القيادة الوطني. حياكم الله. نبدأ في البداية الرائد حسين ونتكلم عن أسباب الحرائق، لعل مع بداية فصل الصيف تغير درجة الحرارة وتزيد، وهذه تلقي بظلالها على الأجهزة، على المعدات، على السيارات. حدثنا أكثر عن الحوادث اللي ممكن تعرض لها في فصل الصيف. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بك الأخ عبد الله المفتاح، ونشكرك على الاستضافة، ونشكر قناة الريان. الحقيقة فصل الصيف الحرائق تزداد نسبيا فيه تقابل فصل الشتاء. لفصل الشتاء أسبابه ولفصل الصيف أسبابه. أكثر الأسباب الحرائق حقيقة في فصل الصيف بسبب الضغط العالي على الاستعمال للأدوات الكهربائية، وكذلك السنوات هذه الأخيرة جاءنا رمضان في فصل الصيف، فالاستعمال الكثير أيضا للأدوات الكهربائية أو الغاز أو مراوح الشفط داخل المطبخ أيضا هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد الحرائق في الصيف. كما أن حرائق السيارات حقيقة في فصل الصيف فيها نسبة زيادة بسبب
عدم وجود الصيانة للأدوات الدورية للسيارة. طيب. خاصة الأدوات الكهربائية داخل السيارة. نعم. طيب حسين، شلون تتجنب الحرائق هذه؟ الحقيقة بالنسبة حق حرائق السيارات، الحقيقة أوصي أول شيء بالصيانة للأدوات الكهربائية داخل السيارة، الصيانة للتواير، عجلات السيارة، عدم وضع الولاعة السجائر داخل السيارة، لأن الولاعة فيها غاز قد تؤدي إلى بسبب حرارة الشمس إلى الانفجار. نعم. وتحترق السيارة. نعم. البعض يضع عملات معدنية داخل السيارة خاصة على طبلون السيارة، انعكاس حرارة الشمس على النص ريال هذه، بعض السيارات احترقت بسبب العملة المعدنية. كذلك البعض يضع العطر، فرشة العطورات داخل السيارة، واحنا نعلم انها فيها مادة كحولية وكذا قد تؤدي الى انفجارها داخل السيارة، وحصل بعض الحرائق بسبب وجود هذه المواد. طبعا اجتناب هذه وضع الاشياء هذه داخل السيارة مع الصيانة الدورية هذا يؤدي الى اجتناب حرائق السيارات في الصيف. نعم. طيب عميد علي، هل هناك صيانة دورية المفروض تكون للمراكب البحرية او مراكب الصيد او مراكب النزهة؟ هل هناك حرائق ايضا للطرادات والمراكب ممكن ان تحصل؟ وفي حوادث، بس الحمد لله في الفترة الأخيرة ما عندنا الأعداد اللي هي الكبيرة اللي الواحد يعني يكون متخوف منها. نعم. هو يعني يطلع نوعا ما إهمالا شوي من قائد الزورق أو من كابتن الطراد، وخاصة هي تبدأ من البترول. ايه؟ والبطاريات، هذا أهم حاجة عندك، لازم يكون يعني أنت ملم في هذا الموضوع، شلون تتخلص من البترول إذا كان عندك في الطراد، خاصة إذا كان عندك يعني في قاع الطراد. وبعض الاخوان يعني لا يدرك ان لما تستخدم الشفاطه او النزافه هذه، فهذه هي اللي تسبب لك الحريق. فاذا كان في بترول لازم انت تصب الماء زياده وتشيله او تغرفه بعلب او بجيك او حاجه من النوع هذا، ولما يتكثر الماء بعدين ممكن تستخدم النزافات. فهو اكثر يعني المخاطر تتركز على البترول وعلى الشفاطه هذه او النزافه اللي في الطراد. طيب ممكن نقول من مشاكل البحر ايضا ضربات الشمس اللي ممكن تعرضون لها يعني الصيادين، او يعني المفروض انه ايضا تكون في مظله تحمي واقيه تحمي من الشمس ومن حراره الشمس خصوصا في فصل الصيف. هو شوف لابد ان يكون الطراد له مظله، وفي مظلات احتياطيه لما انت توقف اثناء الصيد، يعني تلقى كل واحد ماخذ زاويه. نعم. فالمظله تكون صغيره، لكن في مظلات يعني متنقله ممكن تتركبها، ومفروض انه يكون هذا الاضرار موجود على اساس انه يقيك من ضربات الشمس ومن الامور هذه كلها، بالاضافه انه لازم يكون حواليك الماء ويكون بارد على الاقل. نعم. يعني الناس الكبار في السن لازم تراعيهم اكثر في هذا الموضوع. صحيح. عميد علي، تكلمني يمكن عن البترول في المركب والكهرباء والبطاريه، بس ما تكلمنا عن الغاز بالنسبه للطبخ، خاصه الناس اللي يعني اللي يروحون اكثر يقضون اكثر من ليله برا او يبندر في جزيره او في مكان، هل المفروض ايضا تكون في صيانه لهذه الانبوبه وانه يكون في احتراس اكثر لها؟ هو ما يخص الغاز، طبعا هو النظام في الزوارق الكبيره لا يستخدم الغاز، لازم على كهرباء. بس هذا الشباب يعني عندهم السلندر الغاز، خاصه في سلندرات صغيره. لا ياخذ الاحجام الكبيره اللي هي تستخدم في البيوت. في احجام صغيره مرتبه تنباع، اللي تستخدم اساسا للرحلات. اللهم انك انت تحافظ عليها اثناء تواجدها في الطراد، وين تحطها وشون ثبتها، يعني لازم تتاكد من الصمام انه مسكر. نعم. اثناء تنزيلها مثلا اذا انت وصلت الجزيره او تبي تنزلها مثلا، لازم بعد تحافظ عليها في احتراس يعني. اكيد اكيد. حسين، احنا تكلمنا عن بعض الاجراءات في السياره، بس انبوبه الغاز ايضا في المطبخ في المنازل، هل الافضل تكون داخل المطبخ تحت الفرن ولا على جنب، ولا ممكن احنا نخليها برا ومن خلال التمديدات والتوصيلات تكون اكثر امنا واكثر سلام؟ وبلا شك وضعها برا مع التمديدات تكون اكثر امانا، لكن يشترط في التمديدات يعني اكثر اغلب الحرائق يكون بسبب التمديدات السيئه. التمديدات السيئه للانبوبه. السيئه الى الانبوبه. الانبوبه في حد في ذاته يعني في حد ذاته هي مؤمنه. نعم. يعني الانبوبه الجديده هذه اللي هي الشفاف هذه لو اطلقنا عليها بالنار ما تنفجر. لو ولعناها وقطيناها داخل النار ايضا ما راح تنفجر.
هي معمولة فيها كمية أمان كبيرة. أي نعم، يصير فيها تنسيم ويطلع منها الغاز يحترق وينتهي. لكن التمديدات لابد، يعني احنا احيانا نعتمد على السائق في البيت انه هو اللي يمدد، وهذا هاي من الاخطاء اللي يرتكبونها، او يكون شخص مش متخصص، او شخص مش متخصص نجيبه من برا ويمدد. نعم، ويعمل التمديدات هذه. فاذا كانت تمديدات لابد ان تكون تمديدات نحاسيه خاصه بالغاز وليست بالماء. أيوة. لان التمديدات النحاسيه اللي خاصه بالماء يصير فيها صدد ويصير فيها ليك وتسرب، هذه هي اللي فيها الخطوره، قد يؤدي الى حريق او انفجار. الكشف الدوري ايضا للانابيب هذه او التمديدات، وضعها في الخارج، ايضا وضعها في داخل بوكس او طيب حسين، يعني يمكن في نقطه مهمه الان، ان اغلب الحوادث اللي ممكن تحصل في المطبخ اول من يتعرض لها او يعني يكون موجود خدم المنازل. صحيح. هل بالضروره يكونون على المام بطفايات الحريق وعمليه الاطفاء أو سرعة الاستجابة لأي طارئ لا قدر الله؟ صحيح، يعني في قصة لأحد الأمهات خلت الخادمة مع 5 أطفال داخل المنزل. نعم. وراحت حق جارتها وقفلت عليهم الباب اعتقادا منها أنهم في أمان، يعني طالما أنهم داخل المنزل فهم في أمان. الخدامة دخلت المطبخ تسوي فطور حق العيال. نعم. الخدامة كانت جديدة ما تعرف رقم 999، للأسف الأطفال الصغار أيضا ما يعرفون الرقم. صار عندهم حريق داخل المطبخ في القلاية نفسها من الغاز، طبعا انتشر الحريق، الخدامة ما عرفت تتصرف، طلعت مع الأطفال صاروا يركضون داخل المنزل، في الأخير لما انتشر الدخان وطلع شافه أحد المارة وبلغ الدفاع المدني. لما وصلوا الدفاع المدني كان للأسف الخادمة والخمسة الأطفال قد فارقوا الحياة داخل الحمام بسبب، وكانت يعني كانوا يصلون عند التليفون لكن ما يعرفون يستخدمون التليفون. بلا شك ان الخادمه والاطفال ايضا نعلمهم، هو قد يكون في ازعاج للمركز الوطني، لكن مقارنه يعني نسبه الازعاج بالفائده اعتقد يعني لا ليس هناك مقارنه. رايد خالد، يعني لما الواحد طبعا يتصل يستغيث بهاتف الطوارئ 999، يعني ايش اهم حاجه يجب انه هو يدلي بها، او ايش اهم معلومه بالفعل تساعدكم وتمكنكم من سرعه الاستجابه وسرعه الاتصال بالمعنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من اهم عوامل او ركائز سرعه الاستجابه ركيزتين: دقه المعلومه، عنوان صحيح او عنوان واضح. دقه المعلومه بمعنى يعني على سبيل المثال حادث. نعم. لا يكتفي المبلغ يبلغ يقول انا اشاهد حادث ويسكت. نعم. اذا يشاهد الحادث ويشاهد دخان الصاعد يبلغ فعلا اشاهد حادث واشاهد دخان الصاعد. اذا يشاهد شخص في السياره يحاول يطلع من الباب والباب ما يتبقى. نتكلم عن حوادث السيارات. حوادث السيارات. نعم. على سبيل المثال يعني. يبلغ 999 يقول انا اشاهد حادث واشاهد الشخص او سائق السياره يحاول ينزل من السياره لكن ما يستطيع. محشور. معناته الشخص محشور. نعم. أو في تصاعد من تصاعد دخان من السيارة، احتمال السيارة تحترق، لأن هالبلاغات يعني دقة الوصف، دقة البلاغ، دقة المعلومة اللي وصلها حق 999 بدورنا احنا نعرف شو الجهات اللي نحركها للحادث. الركيزة الثانية عنوان صحيح، يقول في شارع الصناعية، في الصناعية شارع مثلا 15، شارع 15 وين بالضبط؟ يقول أنا ما أعرف لكن شارع 15، شارع 15 يمكن 10 كيلو، وين تيك الدورية؟ بداية الشارع، في النص، نهاية الشارع. نعم. وين بالضبط يعني؟ هاي كلها وقت محسوبة على وين؟ على الدوريات. نعم. الدقيقة تفرق معانا احنا، الدقيقة هاي معناتها احنا فيها انقاذ روح بالنسبة للوصف الصحيح ووصف البلاغ بشكل صحيح وواضح. طيب الآن بالنسبة للحوادث المنزلية اللي تفضل بها حسين، يعني هل بالضرورة أن الواحد يعني جنب التليفون في البيت يحط يعني رقم المنزل، رقم اسم الشارع، على اساس انه هو بالفعل بسرعه؟ لان لاحظ ايضا ان الناس طبيعتها وقت الاتصال ب 999 ترى تكون في قمه الارتباك والاضطراب. صحيح. فممكن يعني ما يحضره انه والله يوصف الشيء هذه، او يمكن الشيء يعني يوصفه بسرعه او يغيب عنه كثير من الـ يعني من الجزئيات اللي انت ذكرتها كوصف دقيق للبلاغ.
بس هل بالضرورة أن يكون رقم الشارع محفوظ ويحفظ أيضا أبنائه والخدم على أساس أنه أيضا ما نتعرض للموقف اللي قاله الرائد حسين؟ مهم جدا، خصوصا اللافتة الزرقاء اللي موجودة على المنازل، رقم المنزل واسم الشارع ورقم الشارع. نعم، هاي مهم جدا الشخص يحفظ اللافتة هذه. بمجرد يعطينا رقم المنزل أو اسم الشارع أو رقم المنطقة ممكن الدوريات تستجيب بأسرع وقت ممكن، أو أي معلم من المعالم القريبة من المكان. نعم، مثلا يعطينا اسم مجمع تجاري، اسم مسجد، اسم مثلا سوبر ماركت. يعني لازم تكون هالمعلومات واضحة بالنسبة ل 999، نقدر نحرك الجهات بأسرع وقت ممكن. إضافة على ما تفضل فيها رائد خالد، احنا المفروض في اجراءات تنحط. الاجراءات بدايه في البيت، يعني قبل ما اتصل بالتليفون واتصل، يعني في اجراءات، يعني تدريب الخدم على الطفل، تدريب الخادمه، تدريب البيت، المراه اللي في البيت، تدريب العيال اذا كانوا هم كبار. فانا يفضل لو تكون هناك في اجراءات يعني تطبع وتوجد ويتبعها صاحب البيت مثلا في تنفيذها. بالضبط. لذلك انا اسال المشاهد، هل تعرف ما يمكنك ان تفعله في اللحظات التي تفصل بين الاتصال بخدمه 999 وقبل وصول فريق الاسعاف؟ هل يمكنك في هذه اللحظات القليله ان تنقذ حياه تعتمد على تدخلك بشكل صحيح تحت الشمس الحاره وفي درجات الرطوبه العاليه؟ هناك ما يمكن ان يصيب اي منا لو لم ننتبه. سألنا خدمة الإسعاف والطوارئ أن تحدثنا عن أحد أبرز الأخطار في فصل الصيف، فطلبوا منا أن نلتقيهم تحت الشمس الحارة وفي درجات الرطوبة العالية، وكان ما يلي. شاهدوا معنا. اليوم راح نتعرف على حالتين مرضيتين تحصل في الصيف، اللي هم حالة الإجهاد الحراري وضربة الشمس. الحالة الأولى الإجهاد الحراري، علاماته عرق غزير، حرارة عالية، لون الجلد يتحول إلى لون أحمر، وتقلصات عضلية بطنية. خير يا حبيبي، عسى ما شاء. خير. دوخة؟ نعم. وحاسس حرارة. نعم. وحاسس في عرق كثير. إسعاف الحالة هذه وضع المريض في مكان ظل، في مكان بارد. خلي قاعد. تهوية المريض بواسطة مروحة أو بواسطة فوطة أو بواسطة أي قطعة كرتونة. تحس بتحسن؟ نعم. لأن المريض واعي نعطيه سوائل، ربع قلاص من ماء كل دقيقتين إلى 3 دقائق. اشرب. بسم الله. هذه إسعافات أولية لحالات الإجهاد الحراري. الحالة الثانية ضربة شمس، علاماته إغماء كلي للمريض، جفاف كلي، يعني ما راح نشوف في عرق على جسم المريض، حرارة عالية، جفاف. هذه ضربة شمس. أول شيء نتصل في 999 وننقل المريض إلى مكان ظل، لأن المكان هاي هي ظل ما راح ننقله. في الحالة هذه إسعافه يجب تعرية جسم المريض قد الإمكان، وضع ماء على جسمه، ويستحسن استعمال كمادات ماء باردة. نحط كمادتين أطراف رقبة المريض، كمادتين تحت الإبطين. كمادتين على منطقة الأفخاذ. وعدم إعطاء أي شيء عن طريق الفم،
لأن إعطاء أي شيء أي سوائل عن طريق الفم للحالات اللي الإغماء الكلي ممكن يسبب إلى انسداد مجرى التنفس. أتمنى أنكم استفدتوا من الإرشادات الإسعافية السهلة والمنقذة في نفس الوقت. رائد خالد، هل تحصل أنكم تكونون على اتصال أحياناً مع المبلغ بحيث أنه يعني أيضاً تقدمون له استشارات وهو يعني على شو اسمه، يعني ما هو باتصاله بس قدر ما هو أيضاً تواصل مع البلاغ؟ بالنسبة للحالات المرضية الموظفين 999 عندهم أسئلة معينة بالنسبة للحالات المرضية. نعم. فأنت أكد إذا كانت حالة مرضية أو في شبهة جنائية. إذا كانت حالة مرضية على طول نحول المكالمة على مركز إسعاف لأن هم جهة اختصاص. نعم. فالمكالمة ما تسكر، تتم متابعتها من قبل مركز الإسعاف مع الشخص نفسه. يعني تخلون الإسعاف هو اللي يناقش ويكلم الشخص المتصل في نفس اللحظة، على أساس إنه هو يعني هو المختص في هو المختص في نعم في الحالات المرضية أو في في الأمور المتعلقة بخدمات الإسعاف. نعم. نكمل حديثنا بعد قليل ونخرج من المنزل للاستمتاع بفعاليات الصيف في الأماكن العامة، بل وربما في رحلة بحرية كما هي عادتنا. بعد الفاصل نعود معكم ومع درب السلامة. أهلا بكم من جديد. نتحدث في ندوتنا هذه عن فصل الصيف وكيف يمكن تجنب الحوادث خلاله بالقليل من الانتباه إلى أمور الأمن والسلامة. سأكمل الحديث مع ضيوفي لهذه الندوة، ولكن أود أن أنتقل إلى جمهور المسرح لنستمع إلى قصص من الواقع. من عندنا؟ تفضل انت عرف بك. علي مناعي. حياك الله يا علي. تفضل. كانت عندي قصة من طالعين رحلة. تعلي صوتك بس. رايحين رحلة حدائق الطراد. نعم. مع الشباب، ويوم وصلنا مكانه كان بعيد شوي. نعم. بندنا المكاين وكل واحد قط خيطه، وبعد مخلصنا من المكان هذا بننتقل مكان ثاني. نبي نشغل المكاين ما اشتغلت. اتضح ان البطارية فاضية. بس واتصلنا بالجهات أمن السواحل وساعدونا هناك. طيب جوكم في يعني في مكانكم، انتم كنتم بلغين في البدايه وانتم طالعين؟ اي نعم، احنا كنا طالعين لان العوده المغرب، لكن العطل صار للظهر يعني. زين، وش تعلمت من الموضوع هذه؟ الصيانه الدوريه تشيك على الطهر قبل اطلع. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يحييك. طيب نسلم على قصه ثانيه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أرحب بالعميد علي بن أحمد البديد والأخوة الحضور. وعندي سؤال لأخ العميد. تفضل. أن لما إحنا نشوف الدوريات دائما في الويكند متواجدين عند الأماكن اللي متعدين البحر فيها. أي. مثل السباحة والسكوترات جزاهم الله خير. بس الأيام العادية لما إحنا نروح، أنا رحت مرة مع عيالي البحر في الأيام العادية، طبعا ما في دوريات، بس لكن تضايقنا من الاسكوترات انهم يجونا لين عند السيف. اي زين، فاحنا عندنا عيال و في اي منطقه الاسكوترات هذه؟ هذا بسلمك عند نادي الدبلوماسي. أي. البحر هناك، فيدخلون عندنا لين الاسكوترات لين عندنا، فانا اشر عليهم يعني مع اقول حاسب يعني في، يعني تقصد الله يسلمك ان في مضايقات من في الاسكوترات من الهواء للناس اللي يسبحون او يستمتعون. اي نعم، احنا كنا نتمنى ان الدوريه ما تكون الخميس جمعه وسبت. نعم. على الاقل دوريه واحده طوال فتره الاسبوع، عشان يعني مرتدين البحر يعني ما يتضايقون من هالاشياء. أيوة. ولا نشوف اي حوادث لا سمح الله. شكرا، شكرا لك. عميد علي، عندك رد على الاستفسار او على السؤال؟ هو اليوم اللي شاف اللي ما شاف فيها الدوريه، هل هو اتصل في 999 وبلغت عن ازعاج السكوترات؟ ما اتصلت؟ كنا احنا نسبح في البحر. ايه. فيعني شفت السكوترات اشرت عليه فراح راح السكوتر، بعدين شفت مره ثانيه فاحنا تجنبنا شوي قعدنا على السيف. نعم. وبس انه يمكن غلطتي ان انا ما تواصلت معاهم. نعم.
هو اولا طال عمرك يعني الخميس والجمعه والسبت يعني العدد يكثر وتكون ذروه نعم. لاغلب رواد البحر يعني كانت يخوت شواعي طراريد الكل يطلع فهني نكثر العدد يعني نكثف العدد ونكثف يعني نجيب ناس يعني مو حتى على الدوام على اساس ان احنا نضمن الامن والسلامه يعني انتم اصلا مستعدين خلال الويكند وعارفين انه والله هذا يعني زياده فيها العدد يزيد عن اللزوم وفي احداث ممكن نرجع احنا حق المركز العمليات بنشوف البلاغات اللي موجوده عندك في الخميس والجمعه والسبت نعم. باقي الايام تخف بس عندنا بعد مهام واجبات يعني عندنا أي. ضيوف في 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 فنادق مثلا عندنا ضيوف طالعين بحر مثلا في عندنا نعم. بعض الاماكن محظوره نعم. فاحنا نكون متواجدين هناك نعم. لكن ممكن يكون العدد اخف من الخميس والجمعه والسبت لان احنا هذه الايام ندبل فيها الاعداد نعم. ولكن اذا هناك في اي ازعاج ما هو ما عليه اللي يتصل ويحدد موقعه واحنا موجودين ان شاء الله. العميد علي يمكن اخونا الاخ علي اللي تكلم في البدايه عن قصته والطراد يعني انه تعطل عليهم الطراد بسبب البطاريه شنو هي اهميه ان الواحد وهو طالع يسجل في 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 النقطه البحريه او في الدوبه ايش ليش الشخص يسجل او اهميه انه هو يسجل هو اساسا هو قانون وعرف بحري يعني حتى المراكب الكبيره لما تيجي هذه وتطلع يقدم قائمه باسماء الكابتن والطباخين والبحاره والكباتن الموجودين معه فاحنا من جهتنا هي مجرد انها تكون اكثر امن وسلامه لما يجي يطلع طراد منهم الاشخاص اللي فيه نعم. اذا طلع سته ورد خمسه اكيد في غلط صحيح اضافه على هذا الشيء اذا هو راح واستمتع بالرحله وقال انا راجع الساعه 6 هو الست ما رجع جاك مثلا ثمان فاحنا اذا جانا ثمان احنا نعطيه ساعتين الرجال ممكن يستمتع بالصيد بالحداد في الاماكن لكن اذا تاخر عن الساعتين لابد ان هناك دوريه تطلع لذلك كل واحد يطلع لابد انه يعطينا الموقع صح ما بيقول لي انا في الشمال راح نروح في الشمال وهو في الجنوب فانت تضيع وقتك وتضيع وقتنا معك فاحنا يعني هدفنا الاستجابه السريعه الاستجابه لا فاحنا دائما يعني نضرب يعني الاستجابه السريعه هي افضل شيء لان البحر هذه ثواني ترى انت ممكن تروح فيها نعم. فانا يعني افضل يعني ان الواحد يعطي المعلومات الصحيحه والاعداد الموجوده والاماكن اللي هو رايح لها طيب هل في تواصل مع البحاره يعني هواة الصيد اللي يطلعون تواصلون معاكم من خلال الاجهزه يقول والله انا موقعي في المكان الفلاني او متجه في المكان الفلاني او الناس هذول اللي يطلعون لهم الصيادين ترى هذول من اهم العناصر عندنا في اداره امن السواحل والحدود خاصه الشباب القطري اللي يطلع في الفتره الاخيره فنكون على اتصال معهم جزاهم الله خير يعني ينقلون الصوره كامله جميل. في البحر فهو اذا طلب المساعده فهو يعني انا يعجبني في الصياد القطري مجهز تجهيزات في طراده يعتبر درجه اولى نعم. من الاتصالات من الرادار يعني ملم بكل الامور ما شاء الله عليهم فهذا يعجبنا فيه وهو ما يبخل على نفسه لان هذه روح وايضا يقدم المساعده يعني اضافه يعني على انه ينقل لنا اي معلومه يشوفها في البحر زي. يعني غير يعني مشبوهه مثل ما نقول احنا فجزاهم الله خير انهم متعاونين معنا الى ابعد الحدود يعني. جزاهم الله خير طيب احنا نتكلم عن ايضا مخاطر الشاطئ احيانا مثل ما نسمع في بعض الاماكن ممنوع السباحه فيها او خطر السباحه فيها مثل بعض الاسياف ويكون فيها الحد قريب من الارض. هل في توعيه في الموضوع هذه يعني هل عندكم دوريات بحيث ان الشخص بحيث انه يعني ما يسبح ويروح بعيد وما يقدر يرجع خاصه الناس اللي ما يجيدون السباحه ويعتمدون على اليوتيوب او على بعض الوسائل يوديه الهواء وما يعني ما حد يجيبه. احنا والله قد تكلمنا في هذا الموضوع كذا مره ونكرر هذا الكلام. نعم. اسياف قطر كلها امنه. بس تدري بعدين في الفترة الأخيرة بنيت هناك محطات مواني هذه تغير من التضاريس وتغير من حتى اتجاه المياه وسرعة المياه ففي أماكن يعني حددناها احنا وقلنا لهم يفضل عدم السباحة فيها وحطينا لوحات وحطينا حتى حواجز لها فيعني اللي شفت فيها انت اي موقع تروح له مثلا ممنوع لا ممنوع يعني احنا ما حطينا ممنوع على اساس انه لنا هدف احنا حطيناه ممنوع
حفاظا على حياتك. ففي اسياف كثيره، فانت لا تجي عند مثلا محطه الكهرباء بفنطاس ما بينها وما بين الوكره تتسبع في هذا الموقع. فاتجه يعني في هناك البلديه بعزام الله خير ما قصروا، في اسياف حطوها للعوائل موجوده في الوكره وموجوده في منطقه الدخان بعد، فيفضل احنا نروح هذه الاماكن الامنه اكثر. نعم. خالد، تجيكم استغاثات من يعني برك السباحه، حالات غرق، هل تعرضون للبلاغات هذه؟ طبعا جينا بلاغات سواء كان في البحر او في برك السباحه. الشخص طبعا للاسف اكثر البلاغات جينا متاخره، قد الطفل توفى يعني غرق في البركه او في البحر. لكن في هالحالات طبعا اذا كان في البحر نبلغ الاخوان في امن السواحل. نعم. فطبعا دورياتكم حتى لو كانت برك سباحه في مجمعات ايضا امن السواحل هم اللي يتدخلون؟ لا، ما في برك السباحه امن السواحل اختصاص الدفاع المدني. الدفاع المدني وخدمات الاسعاف. نعم. لكن بالنسبه في البحر طبعا احنا في تعاون بيننا بين امن السواحل. نعم. ودورياتهم يعني مشكورين، دورياتهم قريبه من احنا نتكلم عن الدوريات الساحليه. نعم. طيب بالنسبه لبرك السباحه رايد حسين، هل بالضروره يكون في شخص قايد يعني مشرف او يجيد السباحه يجيد الانقاذ في كل برك السباحه اللي موجوده سواء كانت في المجمعات او في الفنادق؟ وطبعا بلا شك ان الفنادق لازم يكون فيها الاشكاليه. اغلب البلاغات الغرق في البرك تجي من المنازل. نعم. بسبب عدم وجود اجراءات الوقايه. بعض المجمعات السكنيه اللي يكون ما فيها ناس متخصصين في الانقاذ. اما الفنادق غالبا يكون فيها منقذين. كانت عندي واحدة من الأمهات في لقاء. نعم. تقول أنا معي ولدي، طبعا لا موجود عصا الإنقاذ، لا في يعني الوسائل أو الوسائل. نعم. المفروض تكون موجودة مش موجودة الإنقاذ. يعني سترة النجاة، الحبل. تقول أنا قاعدة على 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 البركة والولد يتسبح، تقول أشوفه يغطس ويطلع. نعم. يعني يقوص داخل البركة ويطلع، تفكرت أنه يلعب، فسبحان الله غلف الله سبحانه وتعالى في قلبها أنها تسحبه. لطف الله كان أن الولد قريب منها، فمدت يدها وبالفعل سحبته. فقالت له إيش فيك يعني تلعب؟ قال لها أنا ما ألعب، أنا كنت غرقان. فبلا شك ان ادوات الوقايه درهم وغايه خير من قنطار علاج. بالضبط. طيب هل بالضروره ايضا يمكن انت فتحت موضوع الان مهم جدا، اولياء الامور لابد ان يجيدون السباحه ايضا، يعني النساء والامهات لابد ان هي وهي ترافق ابنائها لبرك السباحه ان هي على الاقل تجيد السباحه، يعني على اساس لا قدر الله تساعد في 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 هذا. صحيح. واليوم الفضل لله عز وجل، يعني في كثير من المراكز التدريب اللي تعلم الام او تعلم الاب. نعم. وفي سباير متوفر التعليم للبنات، للاولاد، للكبار، للصغار. نعم. وللنساء. ملاحظه جدا مهمه ان الام اذا كانت تجيد السباحه، لان حتى في السنوات الاخيره اصبحت بركه السباحه من العوامل الرفاهيه الموجوده في كثير من المنازل الحقيقه. نعم. فلا بد من اجاده السباحه، ولا بد من وجود السور اللي يحمي البركه اثناء نوم الاهل، لان حصلت بعض الحوادث. نعم. ان يكون الاهالي نايمين الظهر او المساء ويطلعون، يطلع ولد صغير مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات ويسبح في البركه، ولا قدر الله انه يتوفى بسبب عدم وجود حاجز. نعم. وعدم اغلاق الباب على حمام السباحه. نعم. امن السواحل والحدود هو الجهه المختصه بمهام البحث والانقاذ والتوعيه في المجال البحري. ذهبت كاميرا درب السلامه لتتعرف على عملهم وادواتهم والاستماع الى نصائحهم الخبيره. تعرفوا معنا على القليل من عمل شباب امن السواحل والحدود في قطر. إدارة أمن السواحل والحدود هي مسؤولة عن أمن السلامة في البحر
طبعا في الصيف شغلنا بيكثر ودورياتنا تكثر، طبعا الناس كلها تروح للبحر في الوقت. من اكبر المشاكل اللي نلاقيها في الصيف اللي يطلعون في الجيت سكي او الطراريد انهم ما يكونون ماخذين الاحتياطات الامنيه اللي مثل اللي هو اللايف جاكيت. احنا بعد نتلقى بلاغات ان ناس مفقوده من السيف نفسه، لان ينزلون البحر ناس ما تعرف تسبح ومش لابسين لايف جاكيت ولا حد وياهم منغض او انه يعرف يسبح عشان يقدر يطلعهم من المكان اللي هم فيه. حتى برك السباحه فيها خطوره، واحنا واجهنا كذا بلاغ لاطفال غرقانين في برك السباحه. خطوره فيها ان ما يكون فيها مشرف على بركه السباحه، وانا انصح انه يكون فيه فريق انقاذ. سلال من أخطر المناطق للسباحة، لأن المسافة في الماء اللي مش عميق طويلة، فالشخص يعتقد أنه خلاص يقدر يوصل المسافة الطويلة، فيتم يمشي الشخص فيوصل للمنطقة الأخيرة اللي هي تنزل تقريبا لمدة 10 متر بالعمق، فتأخذ الماء، والشخص طبعا لا يكون ماخذ احتياطات من السلامة وما يكون يعرف يسبح. جيد، ارسل معك دال 4. دال 4 منصور، صحيح في شخص مفقود صوب جزيرة الدافنية، سلطان شوف لي الطلاب الموجودة هناك تحركوا. دورية 3-3-3 من دال 4، للعلم في شخص مفقود في جزيرة السافلية. لما يوصل لنا بلاغ مفقود، البلاغ بيجي عن طريق الان سي سي، لان الشخص المبلغ بيتصل على رقم الطوارئ اللي هو 3 9. باجراتنا احنا نتحرك بكامل معدات القاطس والكسح. نوصل للموقع، نبتدي نحط علامة أو بوية في الموقع اللي هو الأخير اللي كان فيه الشخص. نبتدي نكسح عن طريق اللف على البوية اللي هو يسمونه الكسح الدائري، وهذا يمتد على تقريباً 10 متر. إذا يعني ما حصلنا الشخص المفقود، نبتدي بالكسح البار اللي هو السحب. يبتدون غطاسين 2 يكونوا متمسكين في البار، والطراد يمشي يسحبهم وهم يكشفون المنطقة تحت. نبتدي في الخطوة اللي بعدها اللي هو السايد سكان سونار، اللي هو الكسح الجانبي بالسونار. أي شيء يكون في قاع البحر يتوضح لنا في شاشة الجهاز. احنا مؤخرا استلمنا معدات جديدة، وعندنا المعدات الرجل الآلي. الرجل الآلي نستعمله حق كسح تحت المراكب، كسح في أعماق غزيرة، يسهل علينا تنزيله في أماكن خطرة، في أماكن ضيقة اللي ما نقدر ننزل فيها أشخاص، لأن في كاميرا وفي يد متحركة نقدر ننتشل فيه أشياء خفيفة الوزن. نصيحتي بتكون حق مرتدين البحر، أولاً اتخاذ إجراءات السلامة من ناحية اللايف جاكيت، الماي، التلفونات، وطبعاً يكون إبلاغنا من يبلغون إدارة من السواحل أنهم هم رايحين للمنطقة الفلانية، بيقعدون للوقت الفلاني، متى بيرجعون، عشان يكون عندنا خبر، يعني لا سمح الله تصير لهم مشكلة أو شيء نقدر احنا نتخذ إجراءات. أينما كنا في فصل الصيف علينا أن نحرص على سلامتنا كأفراد وكجماعات، ونحن كثيرا ما نجتمع في مراكز الأسواق المغلقة والمكيفة، فهل هناك ما يجوز أن ننتبه إليه هناك أيضا؟ لنسأل ضيوفنا الكرام الرائد حسين، هل هناك من إجراءات كأفراد تهمنا في أثناء وجودنا أو تواجدنا في المراكز، مراكز التسوق في المولات؟
طبعا بلا شك ان هناك الحقيقه ثلاث خطوات جدا مهمه داخل المجمعات. الخطوه الاولى هي اذا انا موجود مثلا منطقه المطاعم اشوف اقرب مخرج لي من المنطقه. يعني العلامه الخضراء المنوره اللي هي الاكسد الاخضر مخرج اي نعم مخرج طواري. دائما احنا اذا كنا في الفنادق نعين خارطه يقول لك انت موجود في المكان الفلاني واقرب نقطه خروج لك توجد في المنطقه الفلانيه. فاذا دخلت المجمع وانت في منطقه المطاعم في الاسواق في المحلات في الالعاب ننتبه حق اقرب مخرج بحيث انه لا قدر الله لو صار صاح جرس الانذار صار حريق صارت لا قدر الله هزه ارضيه قبل فتره بسيطه كانت في هزه ارضيه في احدى دول الخليج نتيجه زلزال في احدى الدول ادت الى سقوط الثريات طيب حسين الان اللوحه الخضراء هذه ما تغيب ابدا عن الناس او عن الشخص مستخدم المكان باي حال من الاحوال. يعني الان انا واقف في الاستوديو اشوف المخارج واشوف شو اسمه هل بالضروره المكان الامن انه تكون اللوحه الخضراء هذه ما تختفي طبعا مهما تحرك ومهما راح في اي مكان مهما راح. انا اول ما قعدت في المسرح حطيت عيني على المخرج هذا يعني لا قدر الله صار شيء اقرب مخرج لي بطلع منه هذا المكان. دائما اليقظه هي الحيطه يعني هذه وهذا مصداق المثل اللي هو الدرهم وقايه خير من قطار علاج. نعم. هذا هو الدرهم. نعم. يعني ان انا انتبه حق المخرج هذا رقم واحد. الحقيقه رقم اثنين التفاعل. يعني احنا دائما نقول رفع الفاعليه والكفاءه لابد من ان يكون الشخص فعال سمع جرس الانذار شاف الدخان. في نقطه مهمه يعني مساله يعني ايضا مساله انه نحن نشوف المخارج مهمه جدا لان الشخص لما يدخل المول لو لا قدر الله حصل حاجه ولا سمع جرس الانذار وحب يطلع يبغى يطلع من نفس المكان اللي دخل منه في البداية منه. وهذا شيء في العقل الباطن انه والله في اعتقاد ان هذا المخرج الوحيد المكان اللي دخل منه حتى لو كان المكان اللي دخل منه يعني على مسافه طويله بينما ممكن يكون في عنده مخرج على مسافه امتار بسيطه ويقدر يستخدم المخرج. احسنت وهذا يعني هذه الملاحظه جدا ممتازه. دائما احنا اذا لا قدر الله صار شيء نبي نروح حق سيارتنا اللي احنا حاطينها في المكان في الباركينج لا في حاله الطوارئ اطلع من اقرب مخرج الى اقرب نقطه تجمع لان انت اهم من كل سيارات الدنيا. نعم. الله سبحانه وتعالى قال ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا فروحك انت مسؤول عن حياتها انت يعني رقم واحد في انقاذ نفسك والاقرب مخرج لك تخرج منه وبعد ذلك نفكر في السياره ونفكر في اي امر اخر. الحقيقه النقطه الثانيه اللي ذكرتها انا اللي هي مهمه جدا نقطه التفاعل. بعض الناس شاف الدخان على طول خذ عياله وطلع ما انتظر وش الدخان هذا هل هو حريق هل هو دخان وراح يشوف الدخان بعضهم يروح يشوف هل هذا حريق فعلا ولا مش حريق لا انا شفت الدخان جاي خلاص وخاصه انا عندي او حتى حسيت شميت ريحه الدخان فعلى طول خاصه اذا كانت عنده يعني اسره واطفال بالضبط او سمع جرس الانذار يعني وانا اوجه رساله من خلال مسرحكم من خلال البرنامج برنامجكم درب السلامه الى اصحاب المحلات في المولات يعني بعض اصحاب المحلات يسمع جرس الانذار يقول لك يا اخي انا اذا سكرت وطلعت راح اخسر الزباين الموجودين. نعم. يعني تخسر ريالات او الاف في سبيل انقاذ نفسك وانقاذ الاخرين. نعم. طبعا هذا لا يعني لا ينم عن وعي لدى صاحب المحل وحس امني عالي. نعم. طيب ناخذ اسئله من الجمهور، حد من الجمهور عنده سؤال؟ تفضل. تعرف باسمك الاول؟ فهد الخالدي. حياك الله يا فهد، تفضل. بس عندي سؤال الحين لما ادخل يعني مع العائله والاولاد المجمع وصار لا قدر الله حريق او صار يعني شيء سيء فالمخارج ليش ما تكون في اضاءه في الارضيه او شيء يبين لك ان طريق طوارئ او شيء ملفت يعني المخرج انه مخرج طوارئ
اكثر. احسنت، هذه موجوده، ممكن هي مش متطلب اساسي في هذا، لكن ممكن صاحب المجمع، احنا نشوف اكيا مثلا موجود على الارض علامات اسهم تؤدي الى اقرب مخرج، وهذه ملاحظه ممتازه. بس اللي اعرفه حسين ان المخارج او اللوحات الخضراء هذه تتم والع حتى لو طفت الكهرباء، حتى لو طفت الكهرباء. اي نعم، لان هي اصلا تخزن، هي مخصصه لل، اي نعم، مخزن الطاقه، مخزن الطاقه. نعم. وايضا يعني احب انا اضيف غير الاكسيت، غير علامه الخروج، ايضا في اضاءه الطوارئ غير هذه. يعني في ليتات، يعني اللاند مارك الان يمكن موجود فيه اكثر من 400 ليت تشتغل طوارئ يعني مجهزه، بحيث ان لا قدر الله لو طفت الكهرباء اثناء الكارثه، وهي طبعا راح تطفى الكهرباء، هذه الليتات كلها راح تعمل على الاضاءه اللي هي الجنريتر او نعم. الاضاءه المخزنه من الطاقه المسبقه لها نعم. داخل المجمع. نعم. على ذكر التجمعات العميد علي، بالنسبه الان للسفن السياحيه او الترفيهيه اللي على كورنيش الدوحه، هل هناك اجراءات امن وسلامه يعني للناس اللي يستفيدون او الجمهور المستفيدين من هذه السفن؟ هو طبعا في شروط معده من قبل وزاره المواصلات ومن قبل وزاره البلديه والاقتصاد، لانه ما يختصاصهم، لانه بحكم سياحي تجاري، فاحنا نطبق عليهم تقريبا او نشيك عليهم او نتاكد من معدات السلامه المتواجده. نعم. كم اعداد الركاب، تحصل لافته موجوده عندك، كم عدد الراكب وكم ستره نجاه موجوده معاه، نتابعهم من فتره لفتره على اساس نتاكد ان مستوى الامن والسلامه في اعلى المستويات، على اساس انه ما يتعرض لاي حادث، وان شاء الله ما يتعرض لهذا. نعم. الرائد خالد، هل هناك حوادث غريبه او اتصالات غريبه تجيكم؟ يعني احنا انا كثير ما يعني ما تردني منكم ملاحظات على ان في ناس يعني باستمرار يشغلون البداله ببعض الاستفسارات او بعض يعني الطلبات اللي ما تعنينا احنا كهاتف طوارئ. اي نعم. ممكن تضرب لي بعض الامثله؟ طبعا قسم خدمات الطوارئ يستقبل من 5000 الى 7000 مكالمه يوميا، اغلبها ولله الحمد غير طارئه. بعض الناس ما عنده الحس شنو الحاله الطارئه عنده، مثلا عنده سوء تفاهم على هاتف في محل، يتصل على 999 يقول ابي دوريه، على اساس انه مخرب جواله. طيب هالاجراءات هذه لازم خلاص الشخص بنفسه يتحرك التحقيق ويقدم بلاغ. ما في داعي يتصل 999 يقول يشغل خط، انا عندي مشكله مع صاحب التليفون على تليفونه. من ضمن البلاغات الغريبه، في شخص اتصل فينا قال انا مفقود في البحر. وين مكانك بالضبط؟ عطى احداثيه، قال انا ما اعرف شيء، لكن انا بعطيكم معلم واضح. قلنا وين؟ قال انا تحت القمر بالضبط. قلنا خلاص خليك تحت القمر، احنا بنبلغ من السواحل. والله الحمد الجماعه وصلوا حق الشخص. علي، اذا هو تحت القمر شلون توصلون له؟ شوف، احنا نناقشه ونتكلم معاه، شلون طلعت؟ من وين طلعت؟ اي اتجاه؟ يعني تكون هناك حريتين. أيضاً في طريقة للوصول. بعدين أضف إلى ذلك إن إحنا عندنا ما شاء الله الحمد لله، يعني عندنا رادارات تغطي السواحل القطرية، عندنا درع، مشروعنا الدرع الوطني والحمد لله اشتغل، فهذا في كاميرات الحين، وفي أهداف نقدر نلتقطها إذا كان في مسافات يعني مش بعيدة جدا عن الساحل القطري. نعم. تكمل بس ال. وفي بلاغ ثاني بعد جانا، اتصلت فينا واحدة تصيح تقول ماي بيبي يعني في السيارة، ولدي في السيارة محشور في السيارة. وتصيح بليز الحقوا علينا. حركنا على الدورية الفزعة، دورية الدفاع المدني، واسعافين وصلوا المكان، قطوة في السيارة محشورة. قطوة. يعني ايضا الصدق في البلاغ وعند تقديم البلاغ مهم جدا، مهم على اساس انه يعني ما تتحرك كل الدوريات هذه، يعني ما تقول نبيبي خلاص. ايه. تقول مثلا في مثلا قطوة محشورة، احنا حركة الدفاع المدني يقوم باجراءاته، ما له داعي نحرك اسعاف ونحرك الدوريات. صح. والدوريات تقطع اشارات وتقطع الرادارات. نعم. سبت قطوة يعني. وطبعا ايضا هي روح. بس القصد إن يعني ايضا تطلع لها الدوريه المختصه اللي ممكن تساعد شو اسمه، ما له داعي نحرك كل الجهات مثلا. صحيح. على خافت انه ما اذا قالت انه ما حد ينتقل لها يعني شو اسمه. لا، ان شاء الله بينتقلون له الشباب فيهم الخير والبركه. نتوقف قليلا هنا ثم نعاود الحديث عن الصيف، طبيعته ومخاطره
وأوقاته. نلقاكم بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا، نكمل الحوار عن الصيف والأماكن العامة ونركز الضوء على الإدارات ومراكز الخدمة التي يزداد عليها الضغط في الصيف. نبدأ بالسؤال عن صعوبات تقديم الخدمات وبالأخص خلال فصل الصيف. عميد علي، يمكن فصل الصيف فصل قاسي بالنسبة للناس اللي متواجدين في البحر. احنا نتكلم عن الآن عن الدوريات. هل الدوريات هذه مجهزة ومهيئة للتعامل مع كل الظروف المناخية، خصوصا انكم تصنعون دورياتكم او كثير من قواربكم تصنعونها في 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 الإدارة، في الإدارة العامة عندكم؟ هو طبعا انواع الطراريد او الزوارق اللي عندنا على حسب المتطلبات، يعني شيء منها مراقبة، شيء منها مطاردة، شيء منها البحث والإنقاذ، فاحنا نحاول نكيف الطراد او الزورق هذا على حسب المهام اللي هو يؤديها. فاذا كان مراقبه لابد ان يكون مظل، لازم يكون في خدمات موجوده فيه المكيف، يعني يكون متواجد فيه خاصه ايام الحر. اما حق المطارده ما تقدر تحط المجموعه هذه مكيف ومكيف، لان انت تبي السرعه. فالحمد لله يعني احنا عندنا الشباب يعني مصنفين للدوريات. في منهم الشباب يعني يتحمل السرعه وعنده اللياقه البدنيه القويه. فهو يساعدنا فان تكون السرعه والمطارده افضل، وناقبه يعني لها ناس ان شاء الله. الرائد حسين، هل تختلف الشفتات بالنسبه للدفاع المدني في الفصل الصيف عن فصل الشتاء، ولا هي ورديات اصلا يعني لكامل السنه؟ لا، هي الفتره الوحيده اللي تختلف فيها هي فتره رمضان، يعني رمضان اي بس. لكن طوال السنة ثلاث ورديات الحقيقة. الـ 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 رمضان كم وردية عفوا؟ يصيرون أربعة. أربع ورديات. أربع ورديات. لكن في الأيام العادية لا، ثلاث ورديات. طبعا بلا شك احنا عندنا ثلاث إدارات تتفاوت فيها الصعوبة. طبعا بالدرجة الأولى هي العمليات. الدرجة الثانية عندنا إدارة الوقاية. في التفتيش، خاصة المنشآت اللي تحت الجديدة. اتمام بنا، تكلم عن أبراج، تكلم عن مجمعات، مستشفيات، الحرارة عالية، ما في كهرباء، ما في مكيفات. يعني هاي أنت تتكلم عن انتقال ميداني لكل الأماكن هذه. نعم. في وسط يعني في عز الحر، في عز الحر الأوقات. وتصعد برجلك إلى برج من 30 طابق. نعم. تلف دور على اساس انك تشيك على اجراءات السلام الموجوده. نعم. طبعا اداره الاسناد ايضا عليها عبء كبير في توفير المؤنه والمعدات لاداره العمليات. بلا شك رجال الدفاع المدني يستحقون التحيه. نعم. مثلهم مثل كثير من رجال. نعم. الامن والسلامه والشرطه كلهم عموما. نعم. الرائد خالد، كم بداله عندكم بالنسبه لل لهاتف الطوارئ؟ عندنا طال عمرك 24 وحده لاستقبال مكالمه طارئه، عدد الخطوط 150 خط، ممكن نستقبل 150 خط في نفس اللحظه، بس طبعا تكون كلها على انتظار. طبعا ان شاء الله بعد سنه ونص او سنتين ننتقل المبنى الجديد في مركز القياده الوطني باذن الله. تقريبا كم لغه خالد عندكم؟ طبعا قسم خدمات طوارئ عندنا عده لغات مترجمين، عندنا اللغه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه، اللغه الفلبينيه، الاردو، البشتو، بالإضافة إلى اللغة الفارسية. نعم. بالإضافة إلى لغة الصم، هاتف طوارئ. طبعًا هاي 992 غير عن 992 خاص بطوارئ الصم، خدمة خاصة للأصم يتواصل مع وزارة الداخلية. نعم. ويقدم بلاغة. و24 ساعة طبعًا. طبعًا على مدار 24 ساعة، سواء 999 أو 992. نعم. مسؤولية بناء هذا الوطن تقع على عاتق الجميع بلا استثناء. هناك مجموعة من الشباب تستعد قبل كل صيف وتكرس وقتها للتعلم والتدريب في مخيمات، مما يجعلها أهلا لتحمل مسؤوليات مجتمعية ووطنية بل وإنسانية على صعيد عالمي. لنعلم المزيد عنهم شاهدوا هذا التقرير. تلقى
الشرطات الأمنية بلاغا حول وقوع انفجار في سكن للعمال بالمنطقة الصناعية نتيجة انفجار اسطوانات غاز، وتحركت قوات الشرطة التي أمنت الموقع بمساعدة فريق من المتطوعين من الهلال الأحمر القطري، ثم استجابت فرق الإسعاف من مؤسسة حمد الطبية وفرق إسعاف الهلال الأحمر القطري وفريق من المتطوعين الذين جروا. كان هذا ولله الحمد سيناريو حضره معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني مع كبار الشخصيات في حفل اختتام الهلال الأحمر القطري للمخيم الميداني الخامس للتدريب على إدارة الكوارث. ولكن لماذا يستحق العمل التطوعي للهلال الأحمر القطري كل هذا الاهتمام؟ هل لأن المتطوع المتدرب يمكنه إنشاء مستشفى ميداني فوري في موقع كارثة عندما يتعذر ذلك على المرافق المحلية؟ هل لأن الهلال الأحمر القطري من أوائل الجمعيات الوطنية بالمنطقة التي تمتلك أحدث منظومة خاصة بالمياه لتلبية احتياجات الآلاف في حالة الطوارئ؟ أم أنه يستحق الاهتمام لأن المركز المعلوماتي لديه يجمع أخبار الكوارث وآخر مستجداتها من حول العالم بلا انقطاع؟ ربما الهلال الأحمر القطري يستحق الاهتمام لكل ما سبق، ولأنه عمل تطوعي يخدم المجتمع المحلي والدولي بل والإنسانية. في قطر يتميز الهلال الأحمر القطري على مستوى المنطقة بمخيمه لإدارة الكوارث لأنه التدريب النوعي الوحيد بهذا المستوى المنظم باللغة العربية. أما المتطوعون فيتميزون بأنهم ممن يسرع باتجاه فرصة تنمية القدرات الشخصية ويتحمس لمبدأ التأهب والاستعداد والواجب الوطني ويتشوق لخوض مغامرة التضامن مع غيره حرصاً على رؤية قطر 2030. إما لا تتعب أو لا يجب إسعاف أو لحظة. إن كنت لا تعرف كيف تشغل وقتك اسأل نفسك، هل لدي ما أحتاجه من القدرات لإسعاف غيري في مواقف تهدد الحياة؟ لو كنت متطوعاً وسألت مخيم الهلال الأحمر القطري لأجابك نعم، مع تدريب لديك كل ما تحتاجه بإذن الله، وستكون قد أستيت خدمة لنفسك ووطنك والعالم. جهود مقدرة للهلال الأحمر القطري، ويسعدني أيضاً أن أستضيفهم في هذه الحلقة من بين الجمهور. تعرفون على انفسكم، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. حسين سلطان عبد الله، متطوع في الهلال الاحمر، حياك الله. مشارك في مخيم اداره الكوارث الخامس. يا مرحبا حسين. يعني عمل التطوع عمل شاق ومجهد، شو اللي خلاك تتطوع؟ والله هو الحب في التطوع، وثاني شيء دخلنا في فريق الحد من مخاطر الكوارث. نعم. ان شلون تكون الاستجابه السريعه في حاله الكوارث، تفيد بلدك، تفيد مجتمعك في حالة الكوارث، قدر الله الله يبعدنا عن الكوارث في قطر طبعا. نعم. الخطوة الثانية نكون مستعدين حق الكوارث الخارجية، الكوارث الطبيعية مثلا في دول شرق آسيا في أفريقيا، نكون جاهزين. طيب تعرف على زميلك أيضا. السلام عليكم، معك أنا عمرو الشرباصي، متطوع في الهلال الأحمر القطري. إياك الله. وعضو في فريق الحد من مخاطر الكوارث. شو اللي أضافت لك يا عمرو كتطوع، أضافت لنفسك أنت لذاتك؟ نعم، أكيد بشكل عام تفتح تقوم بصقل الشخصية في مجالات مختلفة، بالإضافة إنه تفتح آفاق جميلة للإنسان، وبتشعر بأنك تقدم فعلاً شيء. مجرد هذا الشعور بهذا الإحساس شيء طيب جداً، يعني أنك تقدم شيء للمجتمع للآخرين، فهذا الشيء أتوقع إنه حتى من جانب ديني، إنه ديننا بشكل أساسي يحث دائماً على مساعدة الآخرين. نعم. وإدخال السرور على قلوبهم. يعطيك العافية. فهذا شيء جميل جداً. يعطيك العافية. تعرف على زميلك أيضاً. حسان مصطفى البيرومي، متطوع في الهلال الأحمر القطري. أيضاً أنا عضو في فريق الحد من المخاطر في الهلال الأحمر القطري. نعم، فريق الحد من المخاطر، إيش الفعاليات والبرامج اللي يقوم فيها؟
والله نحن عندنا في فريق الحد من المخاطر مشروع المدرسة الآمنة. نعم. نقوم بتدريب الطلاب على كيفية النجاة أثناء حدوث الزلازل لا سمح الله لو وقعت، لأننا في الكوارث يعني دائما لدينا جملتين: الكوارث تقع في أي مكان في أي وقت، لا يوجد أي مكان في العالم بمنأى عن الكوارث. نعم. سلامنا الله من الكوارث. أيضا نقوم بتدريبهم بشكل ثانوي أو بسيط عن السلامة الطرقية، وندرس حاليا إضافة موضوع التغير المناخي وهو قيد دراسي حاليا، وإن شاء الله يعني أدعو لنا بالتوفيق أن ندخله يعني يكون يعني ضمن ما نعطيه للمدارس إن شاء الله. إن شاء الله. أنا شاكر لكم حضوركم، وأتمنى منكم أيضا تقدمون نصيحة لباقي الشباب في دعوتهم للتطوع، إذا كان بالفعل أنكم تجدون يعني متعة في هذا التطوع وعمل إنساني. تفضل. طبعا أتمنى من كل شاب على الأقل يستفيد من وقته، لو ساعة نص ساعة في اليوم يستفيد أشياء جديدة. طبعا في دورات في الهلال الأحمر في كل المجالات، في مجالات الصحة، في مجالات الكوارث، يعني أتمنى أن الأشخاص يستفيدون ويستفيدون من يفيدون بلدهم يعني. تفضل. نعم، مثل ما تفضل أخوي سحيم، أنه دائما أنت يعني بناء الفرد في المجتمع شخص على شخص، أنت بالآخر تحصل على مجتمع عنده وعي وثقافة في هذه المسألة، فهذه فعلا نقطة مهمة. كل إنسان ما يقلل من شأن نفسه، بالعكس هو حيكون عنصر مهم وفعال، ولكن قد تكون هو محتاج فقط إلى الشرارة اللي ينطلق من خلالها. نعم. يعني وزي ما حكينا أنه شخص على شخص، يد مع يد، تستطيع أنك بناء مجتمع مثقف وقادر تماما على التأهب والاستجابة لقدر الله لأي. نعم. كارثة. تفضل إذا عندك نصيحة للشباب. والله أنا يعني أستشهد بقول الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني التطوع في الهلال الأحمر القطري هو باب للخير وباب لإحياء النفوس. يعني لدينا 850 مليون جائع حول العالم. نعم. الهلال الأحمر القطري متواجد في 18 دولة بشكل دائم، وبأكثر من 30 دولة بشكل، يعني مجموع الدول التي يتواجد فيها أكثر من 30 دولة، ولكن 18 دولة بشكل دائم. هذه دعوة للشباب، وبالأخص للشباب القطري الذي يتصف يعني بحبه الشديد للخير. نعم. يعني وبالمقيمين يعني في دولة قطر أن يكونوا معنا يعني في هذه الجمعية الوطنية التي تمد يد الخير إلى جميع أنحاء العالم. نعم. شكرا. العميد علي، هل عندك نصيحة للشباب خلال فصل الصيف؟ الآن احنا مقبلين على إجازات، ومقبلين على صيف، ومقبلين على وقت فراغ ممكن نستفيد منه خلال الفترة القادمة، خاصة بالنسبة للشباب. تفضل. والله باختصار عدم الاستهتار في البحر. لا تفكر البحر شيء بسيط. نعم. حتى لو كان على مستوى السباحة، لا تسبح في أماكن الخطرة، لا تطلع في طراد أنت مش معد لنفسك، فيعني لا بد أنك ترجع في كتب للإدارة. نعم. موزعة توعية على أساس أنك تقرأها وتفهمها وتعرفها وتأخذ احتياطك. نعم. رايد حسين. الحقيقة أوصي الشباب مثل ما قالوا الأخوان في الهلال الأحمر، العمل التطوعي سواء كان في الهلال الأحمر أو في جمعية قطر الخيرية. نعم. أو في العمل الخيري، أو طبعا بلا شك أن العمل الخيري أيضا يدرب ويعلم على إجراءات الأمن والسلامة، مثل ما شفنا المخيم. الحقيقة هذا المخيم تقريبا بدأ من 4-5 سنوات، اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء يحضر فيه، الدول العالمية حضرت فيه وشاركت في المخيم، فهذا الحقيقة مفخرة لكل قطري وكل مقيم في أرض قطر الطيبة. نعم. رايد خالد. تفضل. أوجه رسالة للجمهور الكريم في حال اتصال على 999، تأني في الإبلاغ، وتكون المعلومات المقدمة معلومات دقيقة، والعنوان يكون عنوان واضح، يسهل على الجهات المختصة الوصول إلى موقع البلاغ. نعم. أشكر جميع الضيوف الكرام، الشكر موصول للعميد الركن بحري علي أحمد البديد، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والرائد حسين أمان العلي، مساعد مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، والرائد خالد الأنصاري، رئيس قسم الطوارئ بمركز القيادة الوطني. كما أشكر كل من اشترك في هذه الندوة من خلال التقارير، والجمهور الحاضر والمشاهدين عبر الشاشة. لم يبقى إلا أن أتمنى لكم صيفا آمنا وسعيدا، إلى ندوة أخرى قريبة بإذن الله. إلى اللقاء.